خوتي برك كاين واحد العفسه هنايا كي تجيو وراني هنايا في 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 الفروسيه هنايا كانت بكري ارتدت الكمامه وكاع دوكا الكمامه ما كاش بصح كاينه حاجه بعد ثلاثه تحذيرات هي تنطردوا معناتها تسمى الفو با دير لي بيتيز. المهم خوتي الله يبارك ما شاء الله هاوليك هنا هنا يبدا هنا يبدا خوتي الاسطبل وكيما دوكا نصور لكم خوتي وكاينين منا ثاني مربيين الكلاب مربيين هذا الجار تاعهم ثاني كاينين منا العواد اللي حاطينهم برا خوتي الله يبارك هاو الكلب هنا هاوليك حبيبنا يظل يعوش الله يبارك ما شاء الله. المهم خوتي هنايا بلاصه زينه وشنو قال لك ممنوع التصوير تاع الناس باسكو الناس ما تحبش كاين اللي يصراولو مشاكل ولا على كل حال خاوتي. المهم هنا يدوشوا هنا يدوشوا للعواد يجي هنا يدوشوا لهم لا لا والله بلاصه ما شاء الله خاوتي زعما الواحد ماذا به الانسان يجي يزور. وهاوليك حبيبنا بالبوني راكو تشوفوا فيه البوني هو هذاك العود الصغير هذاك والحاله كبيره هنا بصح قال لك خاوتي ما تصوروش وبالتالي ما نصوروش خاوتي باش ما يصرالوش مشاكل. المهم نقول لكم خاوتي تهلاو في وحدكم نحبكم في الله اقعدوا معنا ودوكا نوريكم الحصينه اللي كاينين هنا. سلام.